عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الاكتيفيتي سلودج أو أحواض التهوية أو أحواض الحمى المنشطة. طبعا الكلام ده كله حاجة اسمها المعالجة السنوية. يعني إيه المعالجة السنوية؟ المعالجة السنوية دي بتيجي بعد أحواض الترشيح الابتدائي. عرفنا إن محطة المعالجة بتاعة مادة الصرف بتاعتنا بتتكون من 5 مراحل. طبعا ال5 مراحل دول بيبتدوا من المصافي، أحواض حجز رمال، أحواض الترسيب الابتدائي، وبعد كده في حاجة اسمها أحواض المعالجة السنوية. أحواض المعالجة السنوية دي بتبقى عبارة عن حاجة اسمها أحواض التهوية وأحواض الترسيب النهائي. ممكن مكان أحواض التهوية دي يبقى في حاجة تانية اسمها مرشحات الزلط، وبعد كده أحواض الترسيب النهائي. هناخد النهاردة النوع الأول من المعالجة السنوية اللي هي أحواض التهوية. طيب، المحطة يا إما بيبقى فيها أحواض تهوية يا اما بيبقى فيها مرشحات زلط، تمام؟ يبقى ده النوع الاول من انواع المعالجه السنويه. يبقى عندي بعد احواض الترسيب الابتدائي هنا، بعد اللي جاي من احواض الترسيب الابتدائي بتخش على وحده المعالجه السنويه. دي وحده المعالجه السنويه اللي هي احواض التهويه، تمام؟ طيب، احواض التهويه دي وحده، هي وحده المعالجه السنويه. الوحده المعالجه السنويه دي يا اما بتبقى احواض تهويه يا اما بتبقى مرشحات زلط. المحطه يا اما فيها احواض تهويه يا اما فيها مرشحات زلط. النهارده هناخد النوع الاول من انواع المعالجه السنويه او المعالجه البيولوجيه، ودي بنسميها احواض التهويه، تمام؟ طيب، عشان يبقى الامور واضحه، هي المحطه فيها احواض تهويه يا فيها مرشحات زلط. ما ينفعش المحطه يبقى فيها الاثنين، عشان الموضوع ده المشكله دي بتقع فيها دايما وبتتلخبطوا فيها دايما في الاجابه في الامتحان. طيب، النوع الاول اللي هو احواض التهويه ده من انواع المعالجه البيولوجيه، الغرض منه ايه؟ الغرض منه إزالة المواد العضوية اللي جاية في التصرف اللي داخل من أحواض الترسيب الابتدائي. طيب، يعني إيه الكلام ده؟ بيقولي والله أنا عندي محطة المعالجة بتاعتي بتتكون من 5 مراحل: مصافي، حجز رمال، ترسيب ابتدائي. طيب، لغاية هنا أنا شلت حوالي 70% من المادة العضوية، آسف، 70% من الإس إس، وشلت 30% من المادة العضوية. طيب، ال70% من الإس إس دول شلتهم عن طريق إيه؟ والله المصافي شالت لي خشب وورق ومواد طافية، أحواض حجز الرمال شالت لي الرملة والزلط وكسر الزلط والإزاز وكل المواد الغير عضوية، أحواض الترسيب الابتدائي نفسها شالت لي السسبندد سوليدز اللي داخلة. فلغاية دلوقتي أنا شلت 70% من السسبندد سوليدز. طيب، وشلت كمان 30% من المادة العضوية. المادة العضوية اللي هي سميناها البي او دي، وهي ال30% القابلين للترسيب، تمام كده؟ طيب، ال30% القابلين للترسيب دول شلتهم عن طريق الترسيب في احواض الترسيب. يبقى السسبندد سوليدز دول، الاس اس ده او السسبندد سوليدز دي، في منها جزء عضوي. الجزء العضوي ده قدرت ان انا ارسبه في احواض الترسيب الابتدائي، وطلع لي 70% من البي او دي داخلين في احواض التهويه. ال70% دول جزء غير عضوي، اسف، جزء غير قابل للترسيب داخل في احواض التهويه او في وحده المعالجه البيولوجيه. يبقى الغرض الرئيسي من المعالجة البيولوجية بتاعتي، سواء كانت النوع اللي هندرسه النهاردة مع بعض اللي هي أحواض التهوية، أو اللي هناخده إن شاء الله في المحاضرة الجاية اللي هي مرشحات الزلط، الغرض الأساسي هو إزالة 70% من البي أو دي اللي طالعين من أحواض الترسيب الابتدائي. 70% من البي أو دي اللي طالعين من أحواض الترسيب الابتدائي دول حجمهم صغير جدا جدا جدا، فغير قابلين للترسيب، أو مواد عضوية دايبة جوه المية، فبالتالي ما ينفعش إن هما يترسبوا. طيب، ليه سموا المعالجة السنوية المعالجة البيولوجية؟ لأن هو بيقولي أنا بستخدم البكتيريا اللي موجودة في المية، مية الصرف بتاعتي تبقى جاية فيها بكتيريا، فالبكتيريا دي جاية بنسبة صغيرة موجودة داخل مية الصرف بتاعتي. أي مية صرف في الدنيا فيها نسبة من البكتيريا، بس البكتيريا دي بنسبة صغيرة، تمام كده؟ طيب، بدخل البكتيريا داخل حوض التهوية بتاعي، وأنا عندي المية داخلة فيها مادة عضوية. قد إيه من المادة العضوية اللي جاية من مية المجاري الخام اللي هي داخلة في المصافي؟ 70% من المادة العضوية، لأن أنا شلت 30% من المادة العضوية في أحواض الترسيب الابتدائي، اتفضل 70%. تبتدي البكتيريا تتغذى على المادة العضوية الدايبة اللي موجودة في المية أو الغير قابلة للترسيب. البكتيريا تتغذى على المادة العضوية الدايبة اللي موجودة في المية، تاكل المادة العضوية الدايبة اللي موجودة في المية عن طريق إن هي تأكسدها. تأكسدها يعني إيه؟ يعني تحولها من مادة مركبة عضوية لمادة بسيطة، ثاني أكسيد الكربون ومية. طب عشان تأكسد المادة العضوية اللي موجودة في المية دي محتاجة إيه؟ محتاجة أكسجين. طيب، يبقى البكتيريا دي محتاجة أكسجين
عشان خاطر تأكسد المادة العضوية اللي موجودة في المية. فأنا هديها مصدر هواء عبارة عن مروحة موجودة داخل المية، بحط مروحة كبيرة كده داخل أحواض التهوية، عشان كده سموها أحواض التهوية. أحواض التهوية عبارة عن أحواض من الخرسانة المسلحة موجودة بتخش فيها مية الصرف اللي جاية منين؟ اللي جاية من أحواض الترسيب الابتدائي، تخش داخل حوض التهوية. أحط مصدر الهواء داخل حوض التهوية عبارة عن مراوح ضخمة موجودة بتلف بسرعات معينة داخل المية تديها أكسجين، أو بمشي مواسير من الهواء المثقبة داخل قاع الحوض بتاعي تطلع فقاعات هواء في الحوض بتاعي. الهواء ده أو الأكسجين ده بتاخد منه البكتيريا الأكسجين اللي هي عايزاه عشان تأكسد المادة العضوية. أكسدة المادة العضوية بنسمي البكتيريا بتاكل المادة العضوية، بتتغذى على المادة العضوية، فبالتالي المادة العضوية بيحصل لها إيه؟ بتخلص، بتنتهي من الحوض. المادة العضوية بتتأكسد من الحوض، البكتيريا بتاكلها، وبينما البكتيريا نفسها بتنمو، بتزيد، بتتكاثر، لأن هي بتكسر المادة العضوية وبينتج خلايا بكتيرية جديدة. البكتيريا بتتواجد داخل الحوض على شكل كتل بكتيرية كده قابلة للترسيب. فباخد المية وبطلعها من حوض التهوية ده، بدخلها على حوض ترسيب نهائي. حوض الترسيب النهائي ده في الجزء ده كده طبعا مفهوش مصدر للهواء في حوض ترسيب، فبتترسب البكتيريا بتاعتي. المية طبعا فيها بكتيريا ومفيهاش أحواض تهوية، آسف، مفيهاش مادة عضوية. فبالتالي برسب البكتيريا في أحواض الترسيب النهائي وآخد المية في الآخر مفيهاش ولا بكتيريا ولا مادة عضوية. وصل كده؟ يبقى المية جاية فيها مادة عضوية وفيها بكتيريا، تخش في حوض التهوية. البكتيريا تاخد أكسجين من مصدر الهواء اللي أنا بديهولها، البكتيريا تأكسد المادة العضوية، تتخلص من المادة العضوية عن طريق الأكسجين. المادة العضوية تخلص والبكتيريا تركيزها يزيد. آخد المية فيها بكتيريا ومفيهاش مادة عضوية، أخش في أحواض الترسيب النهائي، أرسب البكتيريا وآخد المية في الآخر نظيفة مفيهاش ولا بكتيريا ولا مادة عضوية، أحط لها كلور وأرميها بقى على المسطح المائي اللي أنا عايز أرميها عليه، سواء كان ترعة أو نهر أو مصرف أو أيا كان. تمام كده؟ طيب، قاع الحوض هنا في حاجة اسمها سلادج أو إيه؟ أو حمأة أو إيه؟ مواد مترسبة فيها نسبة كبيرة جدا 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 من البكتيريا. تمام؟ طيب، لو أنا رجعت نسبة من البكتيريا اللي اترسبت في قاع الحوض هنا دي ورجعتها كده ودخلتها كده ودخلتها في الحوض بتاع التهوية بتاعي هنا، مش كده المية اللي داخلة في حوض التهوية بتاعي ده نسبة البكتيريا اللي فيها هتزيد جدا جدا جدا؟ ليه؟ لأن الحمأة اللي هنا دي أو المواد اللي مترسبة في قاع الحوض هنا دي عبارة عن مية فيها نسبة كبيرة جدا 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 من البكتيريا. مية، يبقى المواد المترسبة في قاع الحوض هنا دي أو السلادج المترسب في قاع الحوض أو الحمأة المترسبة في قاع الحوض دي عبارة عن اللي هي الكتل البكتيرية المترسبة في قاع الحوض، أو مية فيها بكتيريا كتير. من الآخر كده، هي عبارة عن مية فيها بكتيريا كتير. فلما أخد المية اللي فيها بكتيريا كتير دي وأرجعها وأخلطها بالمية اللي جاية من الأول اللي فيها مادة عضوية وبكتيريا قليلة، فبالتالي هيحصل إيه في تركيز البكتيريا داخل الحوض هنا؟ تركيز البكتيريا داخل الحوض هيزيد جدا جدا جدا. فبالتالي أنا عملت إيه؟ زودت الناس اللي بتاكل، زودت البكتيريا اللي هي بتاكل المادة العضوية، بينما تركيز المادة العضوية نفسه صغير جدا جدا، أو هو نفس التركيز ثابت ما تغيرش. الناس اللي بتاكل كتير والأكل زي ما هو أو قليل، فبالتالي الأكل هيخلص كله وهيخلص بسرعة. هي دي كفاءة المعالجة، إن أنا أخلص في وقت قليل وأنهي كل المادة العضوية اللي موجودة في المية، فبالتالي تركيز المادة العضوية هيبقى أقل ما يمكن وهو طالع، الكلام ده هيحصل في وقت قليل. فبالتالي دايما في احواض التهويه او الاكتيفيتي سلادج لازم برجع خط من احواض الترسيب النهائي وادخله تاني مع الميه اللي جايه عشان ازود كفاءه المعالجه. الخط اللي راجع ده بتبقى كميه الميه اللي راجعه فيها ماده فيها بكتيريا 30% من التصرف اللي داخل. لو داخل لي هنا كيو، برجع 30% من الكيو، كيو زائد 30% من الكيو يخش لي داخل الحوض هنا، كيو زائد 30% من الكيو يبقى 1.3 كيو، يطلع يخش 1.3 كيو هنا في احواض الترسيب النهائي، يرجع 3 كيو ويطلع كيو. مفهومة كده؟ يبقى تاني، عشان ازود كفاءة المعالجة محتاج ان انا ازود تركيز البكتيريا داخل حوض التهوية. طب ازود تركيز البكتيريا ازاي؟ ما هي البكتيريا موجودة اصلا هنا. طب هاخد شوية بكتيريا من هنا وارجعهم وادخلهم في الحوض تاني. طب هدخلهم ازاي؟
والله البكتيريا المترسبة في قاع الحوض هنا عبارة عن مية فيها بكتيريا، هاخد شوية من المية دول، قد ايه المية اللي هرجعهم دول؟ 30% من المية اللي داخلة. لو عندي كيو هنا 100 ألف، هرجع من هنا ايه 30 ألف، 30 زائد 100 يبقى 130 ألف، يبقى الحوض ده يشيل 130 ألف متر مكعب في اليوم. تمام كده؟ البكتيريا هتبقى ازيد بكتير قوي من تركيز الماده العضويه. البكتيريا تاكل كل الماده العضويه، تطلع الميه 130 الف كلهم يخشوا في الحوض هنا. الحوض ده هصممه على 130 الف كلهم، ارسم البكتيريا واخد الميه اللي هم الكيو اللي هم ال 100 الف وال 30 الف ارجعهم تاني، وهكذا لوب مقفوله باستمرار. اصمم حوض التهويه على 130 الف، واصمم حوض الترسيب النائي على 130 الف، الميه اللي داخله كيو ال 100 الف واللي راجع 30 الف. طبعا الارقام دي ارقام للشرح فقط، ممكن الرقم يتغير، كل ما الكيو تتغير كل ما الكيلو راجع تبقى ايه 30% منها. طيب بيقول لي دلوقتي مطلوب مني ان انا اصمم احواض التهوية واصمم احواض الترسيب النهائي، اصمم احواض التهوية واصمم احواض الترسيب النهائي. طيب يعني ايه تصميم؟ التصميم اللي هو ان انا اعرف العدد والابعاد، مطلوب مني ان انا اعرف العدد ومطلوب مني ان انا اعرف الابعاد. طيب يعني ايه اعرف عدد ويعني ايه اعرف ابعاد؟ ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، يبقى الفيديو ده الغرض منه بس ان انا اعرف فكرة العمل، يعني ايه حوض تهوية، يعني ايه اكتيفيتي سلادج، يعني ايه معالجة سنوية، إيه فكرة العمل بتاعتي عبارة عن ايه، الريثير سلادج عبارة عن ايه، او الخط اللي راجع عبارة عن ايه. الكلام ده كله المفروض نفهمه، دي فكرة العمل. لو اتسألت فيها هتتسأل فيها كسؤال نظري، يعني ايه هي فكرة العمل في احواض المعالجة، ايه هي نسبة الراجع في احواض المعالجة، الحوض التهوية بيتصمم على كام، حوض الترسيب النهائي بيتصمم على كام. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هناخد فيه ازاي نصمم احواض التهوية وازاي نصمم احواض الترسيب النهائي. طبعا زي ما عرفنا ازاي فكرة العمل بتاعت احواض التهوية بتاعتي، دلوقتي مطلوب مني ان اصمم حوض التهوية. يعني ايه بقى اصمم حوض التهوية بتاعي؟ يعني اعرف العدد واعرف الابعاد. طبعا المحطة مش بيبقى فيها حوض تهوية واحد، زي ما خدنا قبل كده احواض الترسيب الابتدائي مش بيبقى عندي حوض ترسيب واحد، لا ده انا عندي كذا حوض ترسيب، ممكن تبقى احواض دائرية، ممكن تبقى احواض مستطيلة، ممكن يبقى عندي 10 احواض، ممكن يبقى عندي 12 حوض. نفس القصة بالنسبة لاحواض التهوية، انا يبقى عندي عدد من احواض التهوية. طب احواض التهوية عبارة عن ايه؟ عبارة عن متوازي مستطيلات، طول في عرض في عمق. التصميم محتاج اعرف انا عندي كام حوض وابعاد الحوض الواحد قد ايه، الطول قد ايه، العرض قد ايه، العمق قد ايه. برضه بصمم احواض الترسيب النهائي، ودايما احواض الترسيب النهائي تبقى دائرية، يبقى محتاج اعرف عندي كام حوض ترسيب نهائي، قطر الحوض قد ايه، وعمق الحوض قد ايه. طيب بخش دلوقتي في تصميم احواض التهوية. طبعا عشان اصمم حوض التهوية لازم اعرف حاجة اسمها اس تصميم. اس تصميم بيقول لي ان الكيو بتاعتي بتساوي طبعا الكيو افريج، بصمم على الكيو ديزاين اللي هي الكيو افريج. في الكيو ريتيرن سلادج اللي هو الخط اللي راجع بتاعي ده بيكون 30% من الكيو اللي داخل. زمن البقاء داخل حوض التهوية، يعني ايه زمن البقاء داخل حوض التهوية؟ بيقول لي ان زمن البقاء داخل حوض التهوية من 6 ل 12 ساعة وباخده ب 9 ساعات. طب يعني ايه زمن البقاء داخل حوض التهوية 9 ساعات؟ يعني ايه من 6 ل 12 ساعة وباخده ب 9 ساعات؟ هل معنى كده ان حوض التهوية بتاعي ده بيتملى بالمية، وبعد ما يتملى بالمية بيفضى تاني، وبعد كده يقعد المية تفضل 9 ساعات وبعدين يفضى وبعدين يتملى وبعدين يفضى وبعدين يتملى؟ لا مش معناها كده. معنى كده ان قطرة المية او نقطة المية اللي بتخش الحوض من هنا بتفضل ماشية في الحوض كده وتطلع من اخر الحوض ده بعد 9 ساعات. الحوض على طول مليان بالمية، الحوض على طول فيه سريان المية. نفس الكلام بالنسبة للمصافي، نفس الكلام بالنسبة لأحواض حجز الرمال، نفس الكلام بالنسبة للترسيب الابتدائي. المية مستمرة، المية جاية من الشبكة داخلة على البيارة، المنهج بتاعي كله متصل. المية جاية من الشبكة للبيارة للمصافي لحجز الرمال للترسيب الابتدائي للتهوية للترسيب النهائي، المية مستمرة على طول. طول ما انت واقف باصص لأحواض، الأحواض مليانة. طب يعني ايه زمن البقاء؟ دي تتوقف بقى على ايه؟ على حجم الأحواض وسرعة سريان المية داخل الحوض. فكل ما انا عايز ازود زمن البقاء المية داخل الحوض بكبر حجم الحوض. طب عايز اخلي سرعة سريان المية
سريعة أصغر حجم الحوض. طب أنا هنا عايز أخلي سرعة سريان المية في الأحواض 9 ساعات، هزود عدد الأحواض وأكبر حجم الحوض الواحد، فبالتالي نقطة المية اللي هتخش من هنا هتطلع من هنا بعد 9 ساعات، فبالتالي أقدر أحصل على زمن البقاء اللي أنا محتاجه اللي هو 9 ساعات. أنا مثلا أعمل 10 أحواض وكل حوض حجمه مثلا 1000 متر مكعب، فبالتالي أما أوزع التصرف بتاعي على 10 أحواض والمية تخش في ال10 أحواض، طبعا العشرة متماثلين، وتخش جوه الحوض الواحد حجم الحوض الواحد كبير، وتبتدي المايه تمشي جوه الاحواض، هتلاقي ان المايه تقعد الزمن اللي انت محتاجه. فهمنا يعني ايه زمن بقاء؟ هي العلاقه بين التصرف وبين الحجم. يعني ايه تصرف ويعني ايه حجم ويعني ايه زمن بقاء؟ دايما الحجم بيساوي تصرف في الزمن، ده اللي انتوا عارفينه. طب يعني ايه حجم بيساوي تصرف في الزمن؟ هو ده اللي احنا بنشرحه دلوقتي، خلاص. فهو بيقول لك ان زمن البقاء داخل احواض التهويه بيساوي 9 ساعات، زي برضو ما خدته قبل كده ان زمن البقاء في احواض الترسيب الابتدائي 3 ساعات. يعني ايه 3 ساعات؟ يعني قطرة المايه اللي بتخش من هنا بتطلع عشان توصل لغاية طرف الحوض تقعد 3 ساعات، عشان تطلع لبره الهضار بتاعي، ده زمن البقاء داخل احواض الترسيب الابتدائي. نفس الكلام لما قلنا في احواض حجز رمال ان زمن البقاء 60 ثانية، وهكذا. كل حاجة زمن البقاء بتاعها هو زمن بقاء المايه عشان تطلع من اول الحوض لاخر الحوض. طيب في حاجة تانية انتوا مخدتهاش قبل كده، حاجة اسمها الأورجانيك لود ريت. الأورجانيك لود ريت بتاعي أو معدل الحمل العضوي، أورجانيك لود ريت أو معدل الحمل العضوي، وده حاجة اسمها أورجانيك لود ريت لا يزيد عن 560 جرام، وخلي بالك قوي من الوحدة، جرام بي أو دي لكل متر مكعب يوم، جرام بي أو دي لكل متر مكعب يوم. إيه الغرض من الأورجانيك لود ريت ده؟ الغرض منه ان انا احسب الحجم اللازم لازاله الماده العضويه اللي داخلي. ما هو كل حوض بصممه على اساس الغرض منه، كل حوض بصممه على اساس الغرض منه. الحوض بتاع الترسيب كنت بصممه على الاوفر فلو ريت، لان الغرض بتاع الاوفر فلو الحوض الترسيب ان انا ارسب. هنا الغرض بتاع حوض التهويه ان انا اشيل الماده العضويه، فبالتالي بصممه على الاورجانيك لود ريت. انا بس بحسب الحجم اللي انا عايزه عشان اشيل الماده العضويه اللي داخلي في الميه. ما احنا قلنا الغرض الرئيسي من حوض التهويه بتاعي ان انا اشيل الماده العضويه اللي داخلي في الميه، البي او دي اللي داخلي في الميه. اشيلها ازاي؟ عن طريق البكتيريا. يبقى هصمم الحوض بتاعي وزمن البقاء بتاعي على اساس الاورجانيك لود ريت. ايه الاورجانيك لود ريت ده؟ اللي هو وحداته جرام بي او دي لكل متر مكعب يوم. انت محتاج كام متر مكعب عشان تشيل الوزن اللي داخل لك او الماده العضويه اللي داخله لك اللي هي البي او دي اللي داخل لك في اليوم؟ تمام كده. طيب طريقة التصميم بتاعتك هي خطوات هتتبعها عشان تصمم. الحجم بيساوي التصرف في الزمن. هل التصرف بس؟ لا، 1.3 التصرف في الزمن. ليه 1.3 التصرف في الزمن؟ لأن أنت عندك 100 ألف وتلاتين ألف، 1,300,000 اللي داخل زائد اللي راجع. لما أجي أصمم حجم الحوض بتاعي بصمم حجم الحوض كيو زائد 0.3 كيو، التصرف زائد 30% من التصرف. يبقى الحوض ده بيشيل الاتنين مع بعض، يبقى كمية المية اللي داخل الحوض هي كيو زائد 0.3 كيو. يبقى حجم الحوض بيساوي 1.3 كيو التصرف في الزمن، زمن البقاء اللي هو ايه؟ 9 ساعات. طيب الخطوة التانية بعمل تشيك على الأورجانيك لود ريت اللي احنا قلنا عليه ده. بقول ان التشيك بتاعي بيساوي الكيو في البي او دي على الفوليوم اللي انا لسه حاسبه دلوقتي، يجب الا يزيد عن 560. طب هنا خلي بالك من نقطة مهمة قوي بقى، كيو ولا 1.3 كيو؟ لا، كيو بس. ليه كيو بس؟ خلي بالك من حاجة مهمة بقى، هنا أنا بحسب وزن المادة العضوية اللي داخل أحواض الإيه؟ داخل أحواض التهوية. طب وزن المادة العضوية اللي داخل في أحواض التهوية بيساوي إيه؟ بيساوي الكيو في البي او دي اللي داخل، اللي هو خلي بالك انا شايل 30%، يبقى الكيو في البي او دي بعد احواض الترسيب الابتدائي، الكيو في 70% بي او دي من الاول خالص، او الكيو في البي او دي بعد احواض الترسيب الابتدائي. دي نقطة مهمة جدا ركز فيها. يبقى هو بيساوي التصرف مضروب في تركيز المادة العضوية بعد احواض الترسيب الابتدائي، تمام، زائد التصرف اللي راجع في تركيز البي او دي اللي راجع. طب هل في مادة عضوية راجعة؟ مش انا هنا البكتيريا شالت المادة العضوية بتطلع تخش هنا، في مادة عضوية في المية؟ مفيش مادة عضوية، في بكتيريا
بس مفيش ماده عضويه. البي او دي هنا بيساوي زيرو لان انا اكلت الماده العضويه كلها، فالميه اللي هنا فيها بكتيريا وما فيهاش بي او دي، يبقى الميه اللي راجعه هنا فيها بكتيريا بس ما فيهاش بي او دي، يبقى وزن البي او دي بيساوي كيو في البي او دي اللي طالع من حوض الترسيب الابتدائي زائد كيو ار في البي او دي اللي راجع من هنا اللي هو بيساوي صفر. تمام كده؟ يبقى لما اجي احسب وزن الماده العضويه اللي داخل الاحواض بيساوي كيو فقط في البي او دي. تمام كده؟ لان تركيز الماده العضويه في اللي راجع بيساوي صفر. يبقى لما اجي احسب الحجم بتاع الاحواض بحسبه على كميه الميه كلها، لان الحوض بيشيل الميه كلها، الميه اللي جايه من الترسيب الابتدائي زائد الميه اللي راجعه من الترسيب النهائي. بينما لما اجي احسب وزن البي او دي بحسبهم من اللي طالع من احواض الترسيب الابتدائي بس، لان اللي راجع من الترسيب النهائي بيساوي كام؟ بيساوي صفر. تمام كده؟ قدرت اعمل تشيك على الحجم. طبعا لو الحجم لو طلع اكتر من 560 بزود الحجم شويه عن طريق ان انا بزود الزمن شويه بخليه 12 ساعه. بفرض البي والدي والال، بفرضهم واعمل تشيك على الايه؟ على الان، بجيب الان واقربها لاقرب رقم صحيح، واقدر اعمل تشيك على ال تاني بحيث ان هي لا تزيد عن 120 متر. تمام؟ الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله، التصميم بسيط جدا، هو بس اهم حاجه تفتكر الخطوتين الرئيسيتين دول، الحجم والتشيك بتاع الاورجانيك فلو ريت، هو التصميم الخطوتين دول، وتبقى حافظ طبعا البي بتساوي كام والدي بتساوي كام والال بتساوي كام، هما طبعا جيفن عندك في ايه في قصه التصميم. اهم حاجه عندي ان انت تبقى فاكر اهم حاجه ان الحجم بيساوي 1.3 التصرف في الزمن، بينما التشيك بتاع الاورجانيك لود ريت ما فيهوش 1.3. احنا شرحنا ليه وفهمنا ليه، لو نسيت الشرح ده وانت بتحل في الامتحان افتكر ان الاولى دي فيها 1.3 بينما الثانيه دي ما فيهاش 1.3. تمام؟ طبعا ممكن في الامتحان يلخبطك يقول لك ان الراجع ده هنا 25%، يبقى كل اللي قلناه ده هيبقى ايه؟ 1.25 كيو في ديتنشن تايم. تمام؟ ممكن يقول لك ان الراجع ده 20%، يبقى ال3 دي هنفرضها لو هو ما قالش للراجع كام، قال لي للراجع كام هاخد اللي هو ايه قاله لي في المساله. تمام؟ بعد ما صممنا احواض التهويه لازم هصمم احواض الترسيب النهائي. طيب هصمم احواض الترسيب النهائي زي احواض الترسيب الابتدائي بالظبط، الفرق الوحيد ان انا هصممها على كام، على 1.3 كيو. ما هو انا طالع لي من احواض التهويه 1.3 كيو، داخل في الترسيب النهائي 1.3 كيو، طالع من احواض التهويه كميه ميه، كميه الميه دي هتخش في الترسيب النهائي، فقص التصميم بتاع الترسيب النهائي هي الابتدائي بالظبط، بس خلي بالك ان انت لازم كل كيو هتشيلها بتاع الترسيب الابتدائي يعني وتحط مكانها 1.3 ايه كيو. ده كان التصميم بتاع احواض التهويه والتصميم بتاع احواض الترسيب النهائي التي تلي احواض التهويه. في بقى جزء نظري ان شاء الله هنقوله في الفيديو اللي جاي، هنشرح فيه جزء نظري اللي هو عبارة عن تعديلات على أحواض الإيه؟ التعديلات على أحواض التهوية. طبعا في شوية تعديلات ممكن بنعملها على أحواض التهوية علشان نزود كفاءة أحواض التهوية. يعني إيه نزود كفاءة أحواض التهوية؟ أثناء ما أنا بشتغل في أحواض التهوية دي في بعض المشاكل اللي بتواجهني بتقلل كفاءة المعالجة. يعني إيه بتقلل كفاءة المعالجة؟ يعني ممكن تسبب لي مشاكل في تركيز البي أو دي اللي خارج. أنا الغرض الرئيسي بتاعي او الحاجه الاساسيه اللي انا عايزها من المعالجه بتاعتي دي ان انا اخلي تركيز البي او دي اللي خارج عند النقطه دي بيساوي تقريبا صفر، هو عمره ما هيوصل لصفر، لازم هيطلع تركيز، هيطلع 10 هيطلع 5 مللي جرام على اللتر، بس عمره ما هيطلع صفر. فانا عايز اوصل تركيز البي او دي اللي خارج لتقريبا اقل ما يمكن. تمام؟ فانا بعمل شويه تعديلات عشان ازود كفاءه المعالجه بتاعتي عشان اقلل تركيز البي او دي اللي خارج على قدر ايه، على قدر الامكان. السبع حاجات دي هي برضو هو كل الفكرة العامة واحدة، اللي هي ايه؟ اللي هي activated sludge، اللي هي ايه؟ ان هي بستخدم المحطة بتاعتي، ان انا بستخدم احواض تهوية بس بحط عليها شوية تعديلات. التعديلات دي بتزود كفاءة احواض تهوية، فبتزود كفاءة المعالجة بتاعتي، فبتقلل تركيز البيودي اللي خارج بتاعي. طيب النوع الاول من انواع او التعديل الاول على احواض التهوية بتاعتي ان انا بعمل حاجة اسمها التغذية المتدرجة. يعني ايه التغذيه المتدرجه؟ يعني انا بحط الميه اللي داخله بتاعتي مش بدخلها من نقطه واحده، لا انا بدخلها من اكتر من نقطه. طب ليه بدخلها من اكتر من نقطه؟ عشان في حاله ان انا بدخل الميه بتاعتي من نقطه واحده بس، فاول ما بتخش هنا فبيكون عندي تركيز الماده العضويه عالي، لان هي بتخش من نقطه واحده بس، فبتخش فيها تركيز الماده العضويه الكلي اللي جاي من احواض الترسيب الابتدائي.
فبالتالي البكتيريا بتتغذى على المادة العضوية بنسبة كبيرة جدا عند النقطة دي، فبالتالي عند النقطة دي بيحصل مشكلة في توزيع الأكسجين، إن تركيز الأكسجين هنا إيه بي بي بيقل شوية نتيجة إن البكتيريا بتتغذى على المادة العضوية هنا كتير، بينما تركيز المواد العضوية في باقي الحوض بيبقى مختلف، تمام؟ فالبكتيريا لما تتغذى على المادة العضوية هنا بيحصل سحب الأكسجين هنا كبير شوية، وبقية الحوض تركيز الأكسجين بقى إيه بيختل شوية، تمام كده؟ فبقدر الإمكان بحاول أخلي إن توزيع المادة العضوية متساوي على كامل الحوض، فبالتالي توزيع الاستهلاك بتاع المادة العضوية ثابت على كامل الحوض، فبالتالي البكتيريا لما تيجي تسحب الأكسجين عشان تأكسد المادة العضوية اللي موجودة في المية بيكون التوزيع بتاعي إيه متساوي. دي اللي هي الإيه الحالة الأولى من حالات الإيه التعديل الأول لزيادة كفاءة الإيه حوض التهوية بتاعي. نفس الفكرة بالظبط، بس بدال ما بخلي التغذية بتاعتي في نقط مختلفة، لا بغذي من أول الحوض عادي، وبعمل اختلاف في توزيع الأكسجين، بخلي تركيز الأكسجين هنا زيادة، وبعدين هنا أقل، وبعدين هنا أقل، وبعدين هنا أقل، وهكذا. إزاي الكلام ده بعمله؟ لو عندي مراوح بزود سرعة المروحة هنا في الأول، بعدين بقلل سرعة المروحة شوية، بعدين بقلل سرعة المروحة اللي بعدها شوية، وهكذا. لو عندي ديفيوزرز، الديفيوزرز بتاعت اللي هي المواسير المثقبة اللي ماشية في قاع الحوض هنا، بزود الثقوب هنا شوية، بعدين ببعد بين الثقوب شوية، وبعدين ببعد بين الثقوب أكتر، وبعدين ببعد بين الثقوب أكتر، فبالتالي تركيز الهواء هنا بيبقى أكبر، وبعدين هنا بيبقى أقل، وبعدين هنا بيبقى أقل، وهكذا. فبالتالي أنا بدي كل في كل نقطة من نقط الحوض تركيز الأكسجين اللي هي إيه اللي هي محتاجاه، تمام؟ ده اختلاف توزيع الإيه الأكسجين. طيب التعديل الثالث، في حاجة اسمها خزان الإيه خزان الموازنة. خزان الموازنة ده أنا بحطه فين؟ بحطه على النقطة اللي يعني على الخط اللي راجع من حوض الترسيب النهائي قبل ما يوصل لحوض التهوية. وخزان الموازنة ده الغرض منه ايه؟ الغرض منه تنشيط البكتيريا اللي راجعة من حوض الترسيب النهائي قبل ما تخش في حوض التهوية، حاجة كده زي ما يكون انت بتجوع البكتيريا او بتنشطها قبل ما ترجع لحوض التهوية، بتدخلها في حوض، بتعرضها للاكسجين، بتعمل لها عملية تنشيط قبل ما تدخلها لحوض التهوية، بحيث ان انت بتزود كفاءتها في استهلاك المادة العضوية، تمام؟ ده النوع التالت. النوع الرابع حاجة اسمها أحواض التهوية المطولة. وأحواض التهوية المطولة دي قريبة جدا جدا من أحواض الإيه؟ التهوية، نفس الفكرة بالظبط، مصافي حجز رمال بس مفيش ترسيب فدائي. خلي بالك دي من ضمن الفروق الأساسية اللي بين أحواض التهوية والتهوية المطولة، إن أنا عندي فرقين، الفرقين الرئيسيين بين أو 3 فروق رئيسية بين بين أحواض التهوية والتهوية المطولة. يبقى خلي بالك عشان ما تتوهش معايا دلوقتي، إحنا فين؟ احنا دلوقتي بنقول احنا خدنا حاجه اسمها المعالجه البيولوجيه، وقلنا المعالجه البيولوجيه دي بتنقسم لنوعين، حاجه اسمها احواض التهويه وحاجه اسمها مرشحات الزلط، وقلنا هناخد النوع الاول النهارده اللي هو اسمه احواض التهويه، وخدنا احواض التهويه وشوفنا بتشتغل ازاي، وشوفنا الخط اللي راجع، وقلنا تصميمها ازاي، واشتغلنا لغايه ما صممنا احواض الترسيب النهائي، وقفنا لغايه كده، وقلنا هناخد حاجه بقى جزء نظري كده اللي هي التعديلات اللي بنعملها على احواض التهويه عشان نزود كفاءه احواض التهويه. قلنا النوع الأول حاجة اسمها إيه؟ التغذية المتدرجة، والنوع التاني التهوية بقى الإيه؟ اختلاف توزيع الهواء أو الهواء المتدرج، النوع التالت خزنة الموازنة، الحاجات دي كلها تعديلات على حوض التهوية اللي هو النوع الأول من المعالجة البيولوجية عشان أزود كفاءتها. النوع الرابع ده تعديل على حوض التهوية عشان أزود كفاءته برضه، حاجة اسمها التهوية المطولة. التهوية المطولة. الفكرة إيه بتاعتي أو الاختلاف بتاع التهوية المطولة عن حوض التهوية العادية؟ عندي شوية اختلافات. الاختلاف الأول إن الكيو اللي راجع هنا هو كيو كاملة، الكيو ريتيرن هو الكيو كاملة، يعني أنا داخل لي هنا كيو وراجع لي من هنا كيو، يبقى بيخش هنا 2 كيو ويطلع، يخش هنا 2 كيو يطلع من هنا كيو ويرجع كيو، يبقى حوض التهوية بيتصمم على 2 كيو وحوض الترسيب النهائي بيتصمم على 2 كيو، ده حوض التهوية المطولة، تمام كده؟ طيب مفيش ترسيب ابتدائي، ليه مفيش ترسيب ابتدائي؟ هنعرف دلوقتي. طيب احواض التهويه المطوله بتستخدم في حاله ان انا اصلا التصرف بتاع المدينه بتاعي ده صغير جدا. يعني ايه صغير؟ يعني قريه سياحيه، مدينه صغيره، تصرف صغير 500 متر مكعب في اليوم، 600 متر مكعب في اليوم. التهويه العاديه اللي هي اللي احنا خدناها بتستخدم 600 الف متر مكعب في اليوم، 700 الف متر مكعب في اليوم، مدن كبيره بتستخدم ليها تصرفات كبيره. بينما التهوية المطولة اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي بتتكلم لتصرفات صغيرة جدا، 500 600 1000 2000 متر مكعب في اليوم،
فبالتالي التهوية المطورة دي كفاءتها أكبر بكتير جدا من أحواض التهوية، لأن التصرف اللي راجع ده هو ضعف التصرف اللي داخل، فبالتالي تركيز البكتيريا داخل الحوض هنا بيبقى كبير جدا جدا جدا. بالإضافة كده كمان من اسمها كده التهوية المطولة، فإن زمن البقاء في التهوية المطولة ممكن يوصل ل 24 ساعة، يعني 3 أضعاف التهوية العادية. التهوية العادية بيبقى زمن البقاء بتاعي 9 ساعات، بينما التهوية المطولة زمن البقاء بتاعي 24 ساعة، فبالتالي زمن البقاء 3 أضعاف التهوية العادية. لما يبقى زمن البقاء بتاعي 4 أضعاف أو 3 أضعاف التهوية العادية، فيبقى الحجم بتاعي 2 كيو في ديتنشن تايم، فبالتالي الحجم هيتضاعف 4 مرات، الحجم هيبقى 2 كيو في ديتنشن تايم. فبالتالي حجم الحوض ده لو استخدمته في التصرفات الكبيرة، فهيبقى حجم الحوض كبير جدا 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 جدا، استحالة تنفيذه أو صيانته أو تشغيله. فلا يمكن استخدام طريقة التهوية المطولة في التصرفات الكبيرة أو العادية. خلاص كده؟ خلي بالك أوي من النقطة دي، اكتب عندك أو ركز كده في النقطة دي، إن طريقة التهوية المطولة لا يمكن استخدامها في حالة التصرفات الإيه؟ العادية أو الكبيرة. لا تستخدم إلا فقط في حالة التصرفات الإيه؟ التصرفات الصغيرة. يبقى التهوية المطولة لا تستخدم إلا للتصرفات الصغيرة. مدينة منعزلة، قرية منعزلة، قرية صغيرة، قرية سياحية، الحاجات اللي هي تصرفاتها كلها إيه؟ بتتكلم من 500 متر مكعب في اليوم ل 2000 3000 متر مكعب في اليوم. فبالتالي هي كفاءتها عالية جدا، يعني انت بترجع كيو ريتيرن قد الكيو اللي داخله. وعشان كده برضو قلنا ان مش محتاجين ترسيب بدائي، لان هو التصرف نفسه صغير، فبالتالي محتاج حط ترسيب واحد بس اللي هو الترسيب النهائي. تمام؟ فانا الكفاءة عالية لان زمن البقاء كبير والكيو ريتيرن قد الكيو اللي داخله، لكن لا يمكن استخدامها في حالات التصرف الكبير، لان المحطة هتبقى كبيرة جدا، استحالة تنفيذها او تشغيلها او صيانتها. تمام كده؟ وطبعا بيتم تصميم احواض التهوية على 2 كيو، وتصميم احواض الترسيب النهائي على ايه؟ 2 كيو. احواض التهوية هي برضو البي ب 4 والدي ب 4، البي ب 5 والدي ب 4، والال برضو لغاية 120 متر، والترسيب النهائي نفس القصة برضو بالظبط، بيبقى القطر والعمق ونفس قصة التصميم بالظبط، بس الاتنين دول بيتصمموا على 2 كيو بدل 1.3 ايه؟ بدل 1.3 كيو. فهمنا كده الفرق بين احواض التهويه المطوله وبين ايه؟ احواض التهويه العاديه. يبقى التهويه المطوله هي تطوير لاحواض التهويه العاديه، بتزود كفاءه احواض التهويه العاديه، برجع 2 كيو بدل 1.3 كيو، بشيل الترسيب الابتدائي، بزود زمن البقاء، بوصله لغايه يوم كامل 24 ساعه. لكن التطوير ده كله عشان ازود الكفاءه دي كلها بيقابله عيب كبير جدا، ان الحجم بتاعي بتاع الحوض بيضطر يزيد، لان هو الحجم بيساوي 2 كيو في ديتنشن تايم. ففي الحاله دي لا تصلح هذه الطريقه الا في حاله التصرفات الايه؟ الصغيره. طيب، في نوع تاني برضو من انواع التهويه المطوله، وهو اسمه قنوات الاكسده. ده برضو نوع من انواع التهويه المطوله. تمام؟ بس النوع ده بنفس الطريقه برضو لا يستخدم الا للتصرفات الصغيره، وبرضو راجع 2 كيو، وبرضو الترسيب النهائي يستخدم 2 كيو، ولا يوجد ترسيب ابتدائي، نفس القصه بالظبط، نفس القصة بالظبط. بس الفرق الوحيد ان حوض التهوية بتاعي بيبقى عبارة عن قناة طويلة ممكن طولها يوصل ل 1000 متر. طيب، امتى استخدم طريقة التهوية المطولة بطريقة الأحواض العادية، وامتى استخدم طريقة التهوية المطولة بطريقة قنوات الأكسدة؟ ما هو الاتنين نفس الطريقة، الاتنين الحجم بيساوي 2 كيو في ديتنشن تايم اللي هو 24 ساعة، الاتنين مفهومش ترسيب فدائي، الاتنين زمن البقاء فيهم 24 ساعة. طب امتى استخدم طريقة التهوية المطولة بطريقة الأحواض العادية اللي هي 4 في 5 في 120 متر، وامتى استخدم طريقة التهوية المطولة بطريقة قناة الأكسدة اللي هي 4 في 5 بس في الطول اللي هو 1000 متر؟ في حالة استخدم قناة الأكسدة، في حالة إن الأرض بتاعتي عندي أرض متاحة، في مساحة أرض متاحة إن أنا أقدر أنشئ قناة أكسدة. طبعا دي ارخص في الانشاء والتشغيل. ليه؟ لان هي بحفر قناه في الارض، وبحط كده زي اسطوانه دواره بتدي تهويه وبتدي حركه للميه وتلف الميه، ولا بعمل بقى خرسانه مسلحه، ولا بعمل بقى مصدر للهواء، ولا بحط مراوح، ولا بحط طاقه، ولا تكلفه انشاء، ولا تشغيل، ولا صيانه. فالطريقه دي اسهل وارخص، لكن محتاجه مساحه ارض كبيره. فدي الطريقه دي افضل من طريقه التهويه المطوله التانيه، يعني بالتالي انا بقى اطلع كفاءة اكبر وكمان ارخص
في التشغيل وفي الصيانة، لكن محتاجة مساحة أرض كبيرة شوية. يبقى خلاوة الأكسدة هي أحد طرق التهوية المطولة، وتستخدم في إزالة المواد العضوية بكفاءة كبيرة، ولكن محتاجة مساحة أرض إيه؟ أكبر شوية. تستخدم لو أنا عندي مساحة أرض متاحة كبيرة شوية. طيب النوع السادس من تطوير أقواس التهوية حاجة اسمها الـ SPR. الـ SPR اللي هو بيسموها بالعربي التفاعلات التتابعية التسلسلية، أو الـ SPR أو حاجة اسمها Sequence Batch Reactor. Sequence Batch Reactor من اسمه كده واضح إن في حاجة إيه بتحصل وتقف وتحصل سيكونس، فيها حاجة معدل أو إيه حاجة بتشتغل وتقف، يعني ليها تتابع أو رتابة معينة يعني. طب إيه الرتابة بتاعت الحوض بتاعي ده؟ بيقول لي والله الحوض ده برضه هو عبارة عن تطوير لأحواض التهوية. طب إزاي بطور حوض التهوية بتاعي؟ بيقول لي إن أنا بعمل التهوية والترسيب. طبعا الحوض ده نظري مفيش تصميم، مش مطلوب منك التصميم بتاعه. بتعمل تهوية وترسيب في نفس الحوض، يعني أنت بتملى الحوض وبعدين بتعمله تهوية وبعدين بتوقف التهوية وبعدين بتعمل ترسيب وبعدين بتسحب المياه المتعالجة خلاص، وبعدين بتسحب جزء من السلادج، وبعدين بتسيب شوية سلادج جوه كأن ده ريتيرن سلادج، وبعدين بتملى تاني وبعدين بتهوي تاني وهكذا. فبالتالي انت ايه وفرت ان انت تعمل حوض ترسيب نهائي، بتخلي التهوية والترسيب في نفس الحوض. تمام. المشكلة بس طبعا انت عندك الفترة الزمنية بتاعت ان انت توقف وتملى والكلام ده كله، فده بياخد وقت ايه اطول شوية. تمام كده. والميزة طبعا انت بتوفر المساحة بتاعت الايه بتاعت الترسيب، لان هما الاثنين في نفس الحوض. دي حاجه اسمها ايه سيكونس باتش رياكتور، او الاحواض التسلسليه التتابعيه، ودي من ضمن الايه من التتابعات التسلسليه، ودي من ضمن التطبيقات اللي بتتعمل طبعا على الايه على الـ على احواض التهويه. طب امتى استخدم النوع ده؟ يعني ليه استخدم السيكونس باتش رياكتور لو مساحه الارض عندي صغيره لا تسمح، يعني عندي تصرف كبير ومساحه الارض لا تسمح ان انا اعمل احواض تهويه واحواض ترسيب؟ تمام. فبالتالي هضطر غصب عني ان انا اعمل سيكونس باتش رياكتور، ما اقدرش اعمل حوض تهويه وحوض ترسيب في نفس الوقت، فهعمل الحوض التهويه هو هو حوض الترسيب واشغله بالايه اعمل حوضين جنب بعض، الاثنين بدل ما انا الاثنين يهووا ويرسبوا جنب بعض، ده وقت ما ده بيملى يكون ده بيرسب، وقت ما ده يرسب ده يملى وهكذا، والاثنين يشتغلوا بالتتابع مع بعض بحيث ان انا ايه اشغل المحطه بكفاءه. تمام. طيب عندي النوع السابع بتاعي حاجة اسمها الـ MBR. الـ MBR ده اللي هو الايه الأغشية، بيسموه الأغشية أغشية الممبرين. تمام. أغشية الممبرين دي بتعتمد على نظرية ان انت لما تعمل ضغط دايما المية النظيفة بتروح في مكان والتلوث بيفضل في مكان التاني. تمام. اللي هي الملوثات او المواد اللي هي العالقه او السسبند سوليد بتفضل في ايه في مكان، عن طريق ان انت تحط بينهم في الوسط بينهم كده الغشاء الممبرين ده او الغشاء المطاطي بتاعي ده. تمام. من اشهر الحاجات اللي بتستخدم في نظريه الار او دي او الممبرين بتاعتنا دي اللي هو الفلتر السباعي اللي موجود في البيت، بس ده بيستخدم في تنقيه ماء الشرب طبعا مش في تنقيه ماء الصرف. تمام. من نفس الفكره او نفس الاغشيه اغشيه الممبرين انتوا حضراتكم كلكم بتستخدموها في البيت، اللي هو نظرية الار او بيقول لك ده فلتر فيه ممبرين اللي هو الفلتر المرحلة الأخيرة أو المرحلة السابعة اللي هي بتوصل بالكهرباء. هو بيعمل الفكرة دي، بيحط غشاء ممبرين وبيوصل بالكهرباء، بيعمل ضغط على المية، فالمية بتعدي المية النظيفة وبيحجز السوليدز بالمية الملوثة في مكان آخر وبيعدي لك المية، حتى بيقول لك إن المية دي ما فيهاش أملاح، لأن هو بيحجز المية بالسوليدز بالمواد الدايبة حتى بالأملاح النافعة اللي فيها في مكان، بيعدي المايه بالاملاح بنسبه املاح قليله جدا للمكان التاني دي اللي بتنزل لك محنفيه. دي نظريه الار او بتاعتك. تمام. ليها تطبيق تاني طبعا في الصرف، ان انت بتحط اغشيه برضو وبتضغط عليها، بتضغط على المايه بحيث ان انت تعدي المايه من غير السسبنسورز اللي موجود فيها. تمام. طيب بتطبق ازاي في الصرف بقى؟ ان انت تحط حوض تهويه عادي وتحط في اخر الحوض ده وحده ممبرين عباره عن اسطوانه ملفوفة وفيها غشاء ممبرين، وتحط في الغشاء الممبرين ده زي ساكشن بامب كده بتسحب المايه بتاعتك، تعمل عملية التهوية في الحوض بتاعتك عادي خالص، المايه تعمل عملية التهوية وبعد كده تبتدي تشتغل عملية تقف التهوية بتاعتك،
البكتيريا بتتغذى على الماده العضويه عادي خالص، يبتدي الممبرين بتاعك يعمل سكشن للايه، للميه بتاعتك. طب الممبرين هنا بيشتغل مكان ايه؟ بيشتغل مكان احواض الترسيب النهائي. يبقى انت كده برضو وفرت احواض الترسيب النهائي، وفي نفس الوقت كفاءه الميه اللي خارجه بتبقى عاليه جدا جدا جدا، لان الاغشيه الممبرين دي درجه النقاء، درجه الدقه بتاعتها عاليه جدا جدا جدا، فبتحجز كل السسبندد سوليدز اللي موجوده في الميه، وبقى كل فتره بتسحب شويه من السلادج اللي موجودين في الميه وتشغل الوحده بتاعتك وهكذا، شبه الاس بي ار بس كمان بكفاءه اعلى بكتير جدا جدا جدا. تمام. وممكن برضو في الحوض بتاعك ده تحط كمان شيتات بلاستيك داخل الحوض، بحيث ان البكتيريا تنمو على البلاستيك ده، فبتزود كفاءه الايه، بتزود كفاءه الوحده بتاعتك. الكلام ده هنشرحه بوضوح لما نشرح الاتاشت جروس او مرشحات الزلط، الكلام ده هيوضح لك اكتر، ونوضح لك النقطه دي اكتر الايه المحاضره الجايه ان شاء الله. يبقى دلوقتي ده النوع الاخير من ايه، من انواع المعالجه بتاعت او التطبيقات بتاعت المعالجه بتاعت الاكتيفيتي سلادج. هتلاحظ ان العامل المشترك بين الممبرين وبين الاس بي ار وبين التهويه المطوره بين الكلام ده كله ان هو اكتيفيتي سلادج. يعني ايه اكتيفيتي سلادج؟ يعني ان هو عباره عن حوض تهويه بيعتمد على ان انا عندي مصدر هواء، عندي بكتيريا تنمو داخل الحوض، اديها اكسجين تتغذى على الماده العضويه، اشتري البكتيريا من الميه، واخد في الاخر الميه نظيفه ما فيهاش بكتيريا وما فيهاش ماده عضويه. تمام كده. ان شاء الله هنزل لكم المحاضره دي، بعدين هنزل لكم الشيت، والشيت هيكون محلول باذن الله. لو في اي مشاكل اسالونا، احنا معاكم، باشمهندسين معاكم، معانا برضو باذن الله محمد و محمد وكرم ومنة وشيماء. في أي أسئلة هنتابع معاكم، ولو وربنا إن شاء الله يعدي الفترة دي على خير، 2 3 أسابيع ونرجع نتقابل في الكلية تاني. ولو في أي أسئلة برضو في الكلية نبقى نرد عليها، وربنا يوفقنا إن شاء الله نعدي المرحلة دي على خير بإذن الله كده.